والنهارده صحينا على كارثه، صحينا على فاجعه. خليني اقول، اطباء في مختبر العمر، اطباء اهاليهم استنوا كتير اللحظه دي، كلمه ان انا اقول الدكتور او الدكتوره. عندنا تكليف بيتم للاطباء، وكان هناك مجموعه من الاطباء بمحافظه المنيا تم تكليفهم للعمل، وكان هناك تدريب ومحاضرات تدريبيه وتثقيفيه للاطباء اللي هم اللي تم تكليفهم حديثا، وكان هناك انتقال من المنيا الى القاهره، وفي الانتقال كان هناك حادث مروع ادى بحياه 4 اطباء في مقتبل العمر واصابه اخرين. في البدايه بنعزي اهالي هؤلاء الاطباء، البقاء لله وعزائنا ليكم طبعا، وربنا يصبركم. الفاجعه يمكن البعض يقرا الخبر وينساه، ولكن لو تمعنت في هذا الخبر يمكن ان تدمع عينيك. تخيل كده انت بتربي ابنك من وهو في الكيجي او من قبل الكيجي وهو لسه مولود ورضيع قدامك علشان تفرح بيه في يوم من الايام، واليوم اللي تفرح فيه وتفرح فيه بتكليفه وكلمة دكتور يكون اليوم اللي يكون في موعد مع القدر وتؤدي بحياته هذه الحادثة الأليمة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معانا المراسل الصحفي الأستاذ محمد علي. أستاذ محمد أهلا بك معانا يا فندم. أهلا بك يا فندم ومشاهدينا الكرام. محمد قول لي، يعني ملابسات الحادث يا ترى زي أنا ما شرحت كده، ولا في يعني جوانب أخرى يمكن أن تضيفها لنا في هذا البرنامج؟ بالفعل يا فندم، احنا استيقظنا صباح اليوم على خبر مفجع جدا، وهو دكاترة من وفد من الدكاترة من محافظة المنيا حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص كانت تقل أطباء من المنيا لحضور مؤتمر كان تابع لوزارة الصحة، وبين أخرى ربع نقل على طريق الكريمات. أسفر الحادث ده عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح خطيرة جدا. بالانتقال تبين مصرع كل من الدكتورة رانيا محرم والدكتورة سماح نبيل وسائق السيارة الدكتور وائل، فيما أصيب أكثر من 14 شخص من بينهم الدكتورة نورة كمال وإيمان عاطف وراعوس رقيص، وجميعهم بمعهد ناصر، والاطباء الدكتوره امنيه محمد وسميه علي والدكتوره ايه رفعت والدكتوره امنيه رفعت والدكتور احمد سيد والدكتوره فاطمه ومنصور. يعني حادث مفجع بالفعل. اول ما وقع الحادث هيئه الاسعاف المصريه، بس ما شاء الله عليها، احنا كنا عاوزين نستغل هذه الظروف ونشكرهم على تعاونهم السريع دايما في اي حادث بيحصل. دفعوا باكثر من 8 سيارات اسعاف لنقل الضحايا والمصابين، وغادر اليوم من عصر اليوم النهارده وفد من نقابه الاطباء بالمنيا برئاسه الدكتور ناصر زغلول والدكتور طارق خلف فتح الباب وكيل النقابه الفرعيه، توجهوا الى محافظه القاهره لمستشفى 15 مايو ومستشفى حلوان للاطمئنان على المصابين ومتابعتهم في تلقي العلاج اللازم. طب المتوفين يا محمد رجعوا المنيا ولا لسه لازالوا في القاهره؟ لا لسه ما زالوا لحد دلوقتي، بس انا متابع مع نقابه الاطباء على خروج بعد خروجهم، يعني بعد الساعه 11 النهارده هيخرجوا، وتم استخراج لهم تصريح الدفن اللازمه من نيابه. ده دلوقتي يعني انت بتتكلم في 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 يعني في خلال الدقائق القادمه. باذن الله في الدقائق القادمه الجثمين الـ3 جثمين باذن الله يتشيعوا، وهم من مركز تملط شمال محافظه المنيا. بنبلغ مره ثانيه تعازينا لاهاليهم، وبشكرك محمد علي واشكرك على هذه يعني الاضافه وهذا السرد يعني الموجز والتوضيحي لفاجعه اليوم. ومره ثانيه ربنا يصبر اهليهم وربنا يتغمدهم برحمته، ونتمنى طبعا لكل المصابين الشفاء العاجل. الغريب في الامر ان الدوره التدريبيه كملت عادي خالص، والوزاره وصلني يعني ولم يتسنى لنا التاكد بعد، يعني حتى اكون معكم من المصداقيه بمكان ان تمت مجازات بعض الناس اللي اتاخرت النهارده ومن المنيا برضه. في النهايه لا يسعنا الا ان
نقدم أحر التعازي لأهالي المتوفين ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، رحمة الله عليكم.